مهرجان زهور بكفاية مهرجان ننطره من سنة لسنة. معنا رومي نصر لتخبرنا أكثر عن هالموضوع. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك كاتيا، ميرسي. خبرينا عن المهرجان بكفاية والسنة كيف رح يكون تكون أجواءه. هلا بلشنا، يعني بلشنا بالميلاد، عملنا للسنة الثانية المهرجان الميلادي. نحن جروب بيبي كفاية يلي عم نعمل نشاطات المنطقة. اليوم عنا مهرجان الزهور يلي هو غير عيد الزهور اللي مشهورة فيه بيبي كفاية. يعني كفاية مشهورة بعيد الزهور اللي كان ينعمل سنة 1939، وقف بفترة الحرب، عم نجرب نرجع نحيي هلا هالفترة هي. فاليوم نحن موجودين هون كرمال نحكي عن مهرجان الزهور يلي ببلش اليوم هلا على الساعة 10 بلش للساعة 7 بعد الظهر، وبكره كمان بيتضمن شو؟ بيتضمن اذا مبلشين هالقد بكير يعني في عروض متواصله. ما هو نهارين ليكون في عرض للزهور تبع مشاتل المنطقه، يعني بيجوا يعرضوا الزهور تبعهم بساحه الضيعه. فتسكرت ساحه الضيعه، كلنا بنعرف كيف بتكون بكفية واصلا مزهره، فتخيلي مسكره اليوم وزهور على الطريق والمشاتل عارض زهور تبعها. ومش بس في زهور، في شتل، في لوازم ديكور للحدائق، في لوازم زراعيه للحدائق، وحتى في كمان عرض لغير منتوجات حرفيه كمان. بتصور اللحظه اللي كل بينطروها هي هيدي. هيدي الصورة لمهرجان لعيد الزهور. هون عملنا مثل سيمولاسيون صغيرة، يعني كرمال العالم نرجع نعرفها شو هي عيد الزهور. هيدي سنة 2008 مش هلا. فإذا السنة ما في هال لا السيارات المزينة. نحن عم نجرب إنه كل الجهود اللي عم نعملها تنحط أرضية صلبة ونشجع الكل يساعدنا تنقدر نرجع نحيي عيد الزهور اللي بكفية بدها ترجع تحيي مهرجان الزهور. تحضير لكن لعيد أكيد بطريقة معينة. ايه بطريقة معينة. ايه فإذا الناس رح يقدروا يطلعوا على بكفية على الساحة، على وين؟ على ملعب ساحة بكفية الأساسية يلي مطرح الطريق العام. هي هلا بالوقت الحالي تسكرت، بس في ميلة وحدة روحة رجعة صارت بهيدا، يعني مطرح مطرح ما عم نشوف في الصور هلا هي مسكرة الساحة. كل أولاد المنطقة عارضين أغراضهم فيها. بحب أقول كمان إنه نسوان الضيعة صار ومثل خلية عم تشتغل، صار لها فترة تتحضر كل المنتوجات الحرفية لهيدا المعرض. مش بس لكن زهور رح يكون فيه. التام الأساسي هو زهور، يعني بتلاقي إنه في أكسسوار كل الديزاين يلي فيه زهور. هو النسوان الضيعة يلي يشتغلون. حتى عنا عرض للبورسلين، شموع، كلهم موجود، يعني كلهم معروضين من قبل مؤسسات حابين نحن نشجعها تتكون موجودة معنا، ونقدم لها الأرضية كرمال لتعرض أغراضها. فهون بالصور هي الحالة هلا اليوم بكفية. بعد بقطع صور تانيين بفرجي اليوم الصبح قد ايه في زهور، قد ايه في شتل موجود، في منتجات زراعية كمان 100%. نحن بدنا نشجع أولاد المنطقة يشجعوا يزهروا اول شيء الشرفات تبعهم، طريق المنطقه. يعني اذا بتلاحظوا هلا يلي بيقطع بكفية بيلاقي قدام المحلات التجاريه فوق في بويات زهور، وعن جد مزهرين كثير حلو فوق، لانه هيدا هو فصل كمان معدات معدات الحدائق. هو اللي شغلينهم نسوان الضيعه، هن عاملينهم، عاملين ديزاين تبعهم. فنحن عم نطلب الكل يكونوا موجودين ليشجعوا تزهير المنطقة. شيء بيشهي على كل حال عن جد، لانه كثير حلو، وخاصة انه الكادر بكفية كله شجر كبيرة وكله خضار. فتخيل انه كمان الطريق مسكرة وزهور بالنص، فكانك ماشية بجردان، بس هو فعليا جردان على الطريق. عن جد كثير حلو. ونعمل البروجرام على اساس انه يجذب الاشخاص يلي بتحب الشتل، يلي بتحب زينة الحدائق، وكمان للاولاد. يعني بعد الظهر عنا مثل معرض، مش معرض حرفي بس كوان اتوليه للاولاد صغار بريكولاج، بيقدروا يجوا ويتسلوا فيه ويقعدوا هونيك. التام كمان رح يكون زهور كل نهار. هي الصورة وين؟ هيدي الصورة أنا أخذتها عن الباج. كثير حلو. إيه ما بعرف بالتحديد وين، بس أنا أخذتها. بس بيبي كفاية يعني. مفروض إيه.
وزيادة اليوم رح يكون في اليوم وبكرة ولاد كونسيرفاتوار مرم خايل ببكفية عم بيمشوا بيناتنا بباراد كل الوقت ميوزيك رح يكون عم بيلعبوا ويغنوا وبكرة كمان نفس البروغرام رح يكون بس على الساعة 7:30 رح نختتم المعرض مع اختتام شهر المريمة رح نعمل مسيرة من ساحة الضيعة على كنيسة سيدة النجا ببكفية كمان ترانيم وتراتيل بعيد زهور وبمناسبة اختتام شهر المريمة فإذا من الساعة 10 للساعة 7 عم يكون المعرض مزبوط من 10 الصبح للساعة 7 المساء وفي هالشباب وصبايا صغار رح يكونوا عم يعني يعملوا أجواء حلوة أمبيانس حلوة شو في كمان يعني انترتينمنت بقلب المعرض؟ هلا ما رح يكون في بروجرامات كبيرة لأنه نحن الأساس هو بيع منتوجات الزهور يعني المعرض يلي هو معبى أصلا البروجرام كله بس يلي أنا بلاقي أنه هيدا المعرض اليوم بالذات عم بيجذب عدة أنواع من الناس وحتى يعني للأشخاص اللي بهمها أنه تشتري زهور رح تقدر تلاقي البداية للأشخاص اللي بهمها تشتري أدوات حرفية أكسسوار في إشي عم تنشغل كمان سيربلاس؟ لا ما رح يكون في إشي عم تنشغل سيربلاس ولي غير فبيجذب الكل إذا بديك هيدا المعرض ونحن منحب أنه الكل يكون موجود بيناتنا اليوم وبكرة الشتل والنباتات كمان موجودة أكيد واليعني الاختصاصيين بهالمجال معقول يكونوا موجودين لحتى يكون عنا أسئلة أجوبة على هالموضوع هلأ رح يكون في أصحاب المعرض والمشاتل اللي هنا طبعا بطبيعة الحال اختصاصيين أكيد وهيدا بروشير سوق الأزهار 24 و25 أيار اليوم وبكرة كيف كان الافتتاح اليوم الصبح؟ ما شفته لأنه هلأ الساعة 10 يعني بلشت الحلقة وأنا هون بس يعني قطعت قبل ما أنزل كتير حلو وثائب الطقس هلأ شمس كتير فوق فمع زهور والشمس وبكفية وطقسها وهواها عن جد بندعي الكل يطلعوا لفوق لأنه غير عالم فوق عن جد وأكيد عم تحضروا أشياء جديدة دايما بكفية في أشياء جديدة دايما عم تتحضروا مهرجانات أكيد. ما بتقضى على مهرجان واحد هلا انتم مبلشين الصيفيه بكير اصلا مع مهرجان ناطرين مهرجان الدراء يلي هو اول باول اسبوعين من شهر تموز رح يكون لانه الدراء بيطلع بهيدي الفتره من السنه فبلشنا التحضير له من هلا لانه مهرجان الدراء هو اساسي لنا وبتتميز بكفيه بالدراء فمنحب كمان مثل ما من سنه طلعنا وحكينا عن الموضوع منحب نسلط الضوء على هالموضوع ونحن من هلا بلشنا التحضير لهيدا المهرجان معرض الزهور هو مثل سيميلاسيون صغيرة لكيف نحن مبلشين الصيفية والهيئة الحمد لله مبلشين الصيفية بطريقة حلوة رومي نصر أهلا وسهلا فيك نرجع عم ندعي كل الناس إذا حابين يكونوا بمهرجان الزهور ببكفية اليوم الموعد لغاية الساعة 7 وبكرة من 10 للسبعة ونص 7:30 فإذا مسيرة باختتام الشهر المريمي أهلا وسهلا فيك بس قبل بليز بحب أشكر بلدية بكفية لمحايد سيئة المسك بارساف الماج والسكوت والدرك وشرطة البلدية والفرسان العذراء الكل يلي عم بيساعدونا تا نقدر نحيي هالمهرجانات هيدي وأكيد مرسي كتير لجروبي بكفية يلي هن الكوليك تبعي يلي هن دايما موجودين على الأرض أهلا وسهلا فيك ويعطيكم العافية مشاهدينا وقفي هلا ومنتبع لايف